السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج جديد وكل يوم يعرضوا فيه، ومن أمس مش اليوم لبرنامج أيام الدنيا. أيام الدنيا كانت حلوة. حنفتح مواضيع واجدة مع ضيفنا اللي تحب من هناك وجاي لعندنا. أهلا بكم، رحبوا بضيفنا، أهلا بك. مرحبا بك يا سيدي الكريم، ومرحبا بهذا المنبر الرائع، وانا سعيد جدا بحضوري معك. يعني انا والله سعيد بك جدا يا استاذنا، اهلا بك. والله سعيد جدا يعني انا لبيت الدعوه. مواضيعنا اليوم تحكي على حاجه واجد، مواضيعنا اليوم خطيره. يعني يبي يقول لك حاجه، اول سؤال لك يقول بشفافيه مباشره، كيف تعرف ايام زمان؟ الله 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 الله. كان تحدثنا ما في داخلنا على الصورة المستقبلية، نكون هناك تسرع لكي نرجع لأيام زمان، وهي الصورة اللي تحدثنا فيها في الماضي. شوف يا سيدي الكريم، زمان كان في أيام، هي أيام الطفولة، أيام نحتاج حدثها. الله 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 الله. فكانت في عندنا اللي هن الأسماء، أو الأسماء اللي كانت غالب ما عندنا في قدرنا، يعني عايشينها قدرنا الله. بعد ما نحكي ونتحدث وعلي أيام زمان، امسك مجاك شيني جاني عنقولك. الله الله، دم خفيف يا سلام. الله امسك مجاك، كيف امسك هني؟ عندنا أول حاجة نسأل على أيام زمان. الله، نقول وين أيام زمان؟ أيام الشحاتات يدق على الحيشان، وين أيام زمان؟ أيام أمي وأمك يوم الجمعة تلقاها دارت كسكسي والله عصبان. أسمعني بس، وين أيام زمان؟ أيام زمان أيام تطلع من حوشكم ما عادش في سوبر ماركت، تقعد على طول دكان. وين أيام زمان؟ أيام كنا كسد مع ولد الجيران. الله الله، وين أيام زمان؟ وين أيام زمان؟ ايام الشباب الصغير ما تلقاش يشرب في دخان. وين ايام زمان؟ وايام الانسان كان انسان. شوف يا سيدي الكريم، الشيء هذا كله اللي تكلمنا عليه بعد ما نبي ندور عليه في الدلائل بتاعنا نلقاه عاده في روتانا زمان. ايوه، فهذه القصه اللي الان تواجهنا بصفه عامه. هذه نقطه. النقطه الثانيه على سبيل الذكر، يعني بعد ما نتكلموا ويصير اللغم ويصير الجو، نتكلموا على شيء مهم جدا اللي هو زمان كان حتى الفرحه بتاعنا فرح بسيط. العجل 1200 الحمي سدنك، حنا زفه رمي يوم اسبوع ماجب تدير ماجب يسدك لحم العجل. سؤال دقيقة كبير، لا يطرح نفسه دقيقة كبير، بس لو سمحت، هو في سؤال يطرح نفسه. نعم، الماجن اللي قلت أنت شو قصدك فيه؟ إنك تو شباب تو ما يعرفوش الماجن. شوف يا سيدي الكريم، الماجن هو الجماعة والعريس بصفة عامة يقعد، عرفت؟ ويجي يقعد كل مرة موكب واحد. مرة أنت ألبس لي لبسة سوداني. العجل، نعود قصة العجل. زمان العجل كان يسد 1200 الحمى، تو تغير الشو وتغير البرنامج. العجل تم شنو يسد تو؟ برمة حجالة، حتى يوم ما يسد ذاك العجل تو، خلاص برمة حجالة وتقرى بعدين. الجماعة يقول لك صح صح صح. زمان الأفراح كانت بسيطة، كان في سيارك، في رمي، في حنه، في زفه، في جو، فهمت؟ وتوا ليله وعدي ليله وفراقه الصبح. ايوه، هذه من الجهه الثانيه. الجهه الثالثه اللي هي دائما نوقف عليها، ايام زمان ايام كان يجيبوا في كرونديزر، تعرف كرونديزر طبعا. الله الله، توقف ليت. الله لا حول الله، لا حول الله. انت تشرب واجد على الفكره، ما شاء الله عليك، فهذا يستحق كل مواطن الضحك. يعني شوف، ايام زمان كان في مشاريع عملاقه، ايوه، فما تكملش للاسف الى الان. وشنو هو السبب؟ السبب ان الشاب ليبي كيفك انت
حتى شنباتها في دور التنفيذ مش كاملات. فعملت فتشوفها من البعيد تشوفها وحمة على شوفة على ما في شوفة فتدوخ. المهم يا استاذ احنا زهيتنا دقيقة راهي والله انت سعيدة والله جميل جدا الله يبارك فيك. فزمان كان في سبكتومان. سبكتومان زمان الله الله على سبكتومان الله الله. سبكتومان زمان كان يطلع الشادة المشاهدين عارفين يا حافين سبكتومان نحكي مش دي توما. زمان سبكتومان كان يدير في 3-4 طلعات جوية في اليوم ما يخافش كان سبكتومان. زمان سبكتومان يظن أكثر من ظن الميت سبكتومان يعني شوف المأساة الحقيقية يعني يعني بعد ما جي سبكتومان علي من الحلال لعب مع دو كوفليت لعب مع هراد العملاق لا 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 بسيط سبكتومان ما بدنا نخوف زمان. هذا في سؤال راح نطرحه عليك. خطر على ايام زمان حكوا على ايام زمان حكوا عن ديتو خطر على ديتو. الشباب الان والمواطنين الان عندهم دبل شفره في التليفون ليش؟ انت تحكي الان على جماعه الدبل شفره. يس. شوف هي ما فيش خير ما تقعد شفره واحده مش حتى يعني شفره واحده الجماعه او الناس يبقوا عارفيننا ابي شفرة فلان خلاص انت شفرة واحدة لكن تقعد شفرتين لو فيها الوقت معناها انا يكون فيها لخبطة يكون فيها مأساة حقيقية. الشفرة الواحدة الشفرة الواحدة حتحدد هويتك حتحدد كيانك وتكبيدك على المكالمات. الدبل الشفرة على سبيل دبل الشفرة انا نقول لك الموكلي تعرف الموكلي طبعا. الله زمان موكلي هبل طبعا يا سيدي وعارفين المشاهدين موكلي ربوه عائلة في الهنة غادي لقوا عريان نحام عالش يعني في اللفظ لقوا يعني بلا لباس فخدات الولية ورفعاتها وخافت عليه وعاش لعمه الخاص بين دياب دياب يعني غروا به مسكين قعد مسكين يطلع دياب هو بقيرة بقيرة ماهوش تمام ميليشيات بقيرة قصدي يعني هو مرتزق بقيرة طبعا واد العجبات طبعا بقيه ايوه انت عارف زمان يا موكلي ما نشوفش في التقارير كبات تباكي كان يشوفش في التقارير ليه العلمك الخاص تباكي يشوفش في التقارير ليه فشوف يعني كل شيء. النشولة كانت من نصف اللي دير فوق هو كيشمي ولا ايشمي ولا مش عارف شنو يوريك بان موكلي. نرجع الموكلي موكلي الى الان شوف ربات عائلته ربوه وكبروه وقروه وما في حاجه ما دروها له لكن بعد ما جاء وقت الاستفاده استفادت منه عائله اخرى يما دياب يعني شوف قعد دين موكلي قعد دين واستفادت منه عائله اخرى بينما هلا لما شاشه مروحه مع ان موكلي خاصين عليه شرط الاصفر هو تحك فيه خياطة وغني واللوحة هذه عارفها اللوحة بتاعها اللوحة هذه كانت نجار دراها تعب فيها مسكين وسط مصري هو اسكندرية زمان يعني مش توا زمان الله يا اسكندرية. فشوف المأساة الحقيقية فأنا نقول من هالمنطلق بتاعك فيجب ناخذ عبرة من موكلي وعبرة من دياب اللي خذ الموكلي واستغل الموكلي هذه هي المراحل. شفتوا شو قال؟ قال ان الدياب استفادوا من موكلي وموكلي ما استفادش من الدياب وهذه اشاره لكم ولنا. طيب في سؤال واحد اخر وانا ما اعرفش فيه جدا يعني تفضل اسمع احنا قاعدين خوت على ما نقول نصف تفضل شنو نقولوا على الزحمه؟ زحمه قال عليها احمد اللي على الكروت على كروت الله الزحمة هذه غنى عليها أحمد عدوية زمان في مصر زحمة يا دنيا زحمة الزحمة شوف عندنا تو في الشوارع زحمة في الدكاكين في القهاوي زحمة حتى في التليفونات وحتى وين مكس في زحمة تو زحمة وين مكس في زحمة يا راجل والداونلود؟ داونلود شوف احنا أكثر شعب أعتقد إن ننزلوا في الداونلود ننزلوا في حاجات ما استفدوش منها ليش؟ ليش؟ قول لي ليش؟ ليش؟
زمان كنا نستغل في الحمامه في البستان. الحمامه تربط فيك راحه خير وتعدي وين ما تبي. حمامه. الان والصعب جدا الان ان الان ما عاد في السرعه الاولى. السرعه الاولى ما عاد في رساله باش تدزها الواحد تقعد اسبوع 10 ايام باش ترسل له وتجي توصل له. الكروت يعني عليه تو عايش مسكتوه الكروت يعني. كل بوكس قاعد ترى ما فيش كروت الان. والله يعني والله الان مساحه تخيل الان في في في, في بغداد ما فيش كروت. فهذه هي القصه يعني فهمتني؟ اي والله الكلام بدا يقول فيه يعني كلام خطير وكلام احنا لازم لابد ان نكون في موعد نتاعه. يعني تو سؤال، ليش الجمال عطشان؟ وليش البقره جعانه؟ وليش الدلاعه راضي؟ ما هو السبب؟ شوف يا سيدي الكريم، بعد ما جيت تحدث الموس صار في الزراعه وشنو صار في سرقه جهاز البط من اللي داع. صح كيف صار في الزراعه وكيف صار في سرقه جهاز البط من اللي داع. خذوها لداع مش لداع اللي خذوها، هم خذوا جهاز البط. شو المشكلة؟ المشكلة إن الريموت مش شغلك ما تقلبش. أنت قاعد تفرج على القناة ما تقلبش. ما تقوليش غير. ما غيرش أنا. أنت اللي غير. بدي أغير بعناد تجيني في التفاف في الليل تاخذ لي بطاريات. أنا لقيت تفضل لك وأقط لك المرة الجاية. أنت لك تصقع على البطاريات. صح. صدق. أنت لك تصقع. الله ايام ال والله ضيفنا اليوم جد كلام مش اشارات لكن والله احنا هو ذو كلام اشاره لكن احنا والله فهمنا حاجه. خطرت علي موضوع ايام زمان مره في واحد شرى صوريه ضيقه طلعت واسعه. خطرها خطر على السواري قال لك ليه بيتعرف على واحده صوريه. نعم بنت سورية فمسكين تعرف عليها فقالها انت منين؟ قالت له انا سورية من حلب. قالها انا صوار من السوق العربي. خطر على سورية. شكرا يا سيد المشاهدين. طبعا حكينا عن اشارات خطيرة جدا ومهمة بالنسبة لي وبالنسبة لكم اكيد ما فهمنا شيء. شكرا يا استاذ بارك الله فيك. كان لقاء كان انا شو جابني؟ امورك والله كان لقاء صندق بالله بارك الله كان لقاء غير عادي، انا منتج من ضحك. شكرا شكرا بس هذه اسقيها، هذه اسقيها ما تنساش عليها تطلع. تبيها صبر، تبي لها همه، تطلع ان شاء الله. بيني وبينك نعم انا من ابي فرد. عليش؟ رب شهر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت غير ربي شكلك قبل، بعدين ان شاء الله